سفكت باعتراف الدوله ولم يعاقب مرتكب الجرم. صلت لي النهار ودماء شهدائنا يا استاذ حمد في اعناقنا في رقابنا راح نحمل خارج البحرين وفي داخل البحرين ومنقتص من القتله ومنلاحق المجرمين. مسجد شيخ محمد البربري قبل ما يجون ال خليفه هذا المسجد المبني في داخل البحرين له تاريخه ومسجل في الاوقاف الجعفريه بشكل رسمي. هدم وسوي بالتراب من هلا هدم الجيش وفي صور اليهم؟ من هلا عاقبهم؟ من هلا هدم؟ تعرف اليهود اللي رقصوا في المنامه في باب القلعه؟ رقصوا يقولون من ابني المسجد الاقصى، من ابني الهيكل على انقاض المسجد الاقصى. وين عروبتكم؟ وين اسلامكم؟ يرقصون اليهود في عاصمه البحرين، وين اسلامكم؟ شو ما تحكي عن اليهود؟ ما تحكي عن اليهود، تحكي عن الصهاينه. الصهاينه رقصوا في المنامه، تدري ما تدري؟ بايب لك اصوات، تعرف ان الفضائيات الاسرائيليه نشرت رقص الصهاينه في داخل البحرين؟ نستقبلهم ليهم كلهم خمام. لا 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 خالد، نستقبل الصهاينه، نستقبل الصهاينه في داخل البحرين ورقصوا في المنامه. انتم عرب، دافعوا عن العروبه. هذا مو عربي علي، دافعوا عن العروبه. هذا مو عربي مالتنا علي، اللي قدامك مو عرب هذول. هذا مو عربي. رقصوا الصهاينه في داخل البحرين، عار يركبكم، عار يركبكم الى يوم القيامه. رقصوا الصهاينه اللي قتلوا الفلسطينيين وارتكبوا المجازر في غزه، رقصوا في المنامه. انت عربي تعرف هالاشياء لو ما تعرفها؟ شفتها لو ما شفتها؟ وانا موقفك الاخلاقي يوم القيامه توقف عند امام رب العالمين وتتحاسب على هذا الشيء، ان انت شفت واحد مظلوم نقل اذيه والويل من هذا النظام المجرم، وانت سكت وصرت عويل، وصرت عويل للنظام الظالم. هذا كله مسجل عليك. كيف تنام انت؟ كيف لك قلب تنام وناس مقتلت وتحصل العذاب في داخل البحرين؟ هاي ظلاماتنا بتلاحقكم في كل مكان، وانت بعد واحد يصير. بس همك ان انت تعيش، فتحاول ان انت تغاور، ما تفتكر، ما تتابع مثل هاي المواضيع. لكن هذا اذا خليت راسك على الوسادة وكبتنام، فكر ان انت عربي تنتمي لقيم عربية، وانت مسلم تنتمي لقيم ومبادئ اسلامية، لكن رضيت ان يكون معاشك وتكون عيشك هي في دعم نظام دكتاتوري يقتل ابناء شعبه ويعتقل نساء ويعذب اطفال ويقتل ابرياء ويتعاون ويا الصهاينه ويدخل في عدوان غاشم ضد اليمن، يهدمون فيها مدارس، يهدمون فيها مستشفيات، يقتلون فيها اطفال، وقنابل عنقوديه على شعب عربي مسلم. مع ان هذه السعوديه عندها جزيرتين يسمونها ثيران وصفافير، سلمتها الى الصهاينه ولا طالبت، ما حركت جيشها الا ضد شعبها، قتلت شعبها، استولت على كل شيء، ذهبت كل الثروات، جوعت شعبها، خلت شعبها فقير. شعب البحرين داخل السجون، اطباء، مهندسين، اطفال، نساء، كل مختلف. ما تبغى تسمع، ان هذا يقرعك الكلام، المفروض يحرك في داخل شيء. دور هذا عليك.